استغلت المديرية العامة للجمارك احتفالها بيومها العالمي المصادف ل26 جانفي مشاركة المجتمع المدني في عدد من التظاهرات التحسيسية والتوعوية على غرار حملة التبرع بالدم وعمليات التسجيل. نتابع في ميكروفون جمال الدين بوشة. Une série d'actions qui rentrent dans le cadre du climat. Il y a eu la réflexion de banquette sur 10 hectares. Donc on a interdit. عمليا بين كل العمليات اللي ينخرط فيها اسلاك الكثير من الاطارات الدوله، وخاصه بالنسبه للجمارك في هذا اليوم العالمي للجمارك 26 جانفي، اللي استوقفنا في سد الدويره باش نغرس، لانه الان اصبح عند المؤسسات هذا الجانب المواطنه وجانب الحس المبادرة بالعمل طبعا في اتجاه المجتمع من خلال التطوعات هذه، بعيدا عن الأمور الأكاديمية أو مكملة لها. كذلك قمنا بتنظيم حملة بتبرع بالدم، وهذا يعني أن الجمركيين ما مش في الحدود، ولكن ما مش كذلك في الموانئ وفي المطارات، ولكن الجمركي كذلك يهتم بصحة المواطن ويهتم كذلك بالانفيرونمون تاع المحيط البيئي، يعني البيئة تاع